السلام عليكم. بلا شك لاحظتوا مؤخرا انتشار ديال مجموعه ديال الصور والفيديوهات على شبكات الانترنت. المشكله انه باقيين غادي نشوفوا تصاور وفيديوهات اخرى وغادي يزيدوا ينتشروا. بكل بساطه لحقاش هادشي ولا عندنا عادي وحتى واحد ما مسوق اصلا لهذا القطاع. خصاص واضح في بعض المواد الطبيه الاساسيه. تحيه لخطأ طبي. قال لك كاينين جوج بلاجه هنا في البلوك راه باقي ما جا حتى واحد. عامر دونك كنضطر اننا نولدوها في الارض. احد عشر مستشفى اقليمي بصفر حاضنه للاطفال غير مكتملي النمو. الله يخرب بيوك. اتتك حل الراس موجود اللي بغى يموت يموت. ايه اجوش فرصكم بلا المغرب فيه فقط 140 سبيطار. واش فرصكم بلا المغرب كله فيه 23000 سرير للمرضى في الوقت اللي تونس مثلا عندهم 2.2 سرير لكل 1000 مواطن. اما المغرب فيه 0.9 سرير لكل 1000 مواطن. يعني حتى سرير وما كامل قول غير الكادر وبلا ما طلع. صراحه السبيطارات عندنا ما كاينش بحالو. من دخل هذا الباب كيبان لك الديكور وكتفهم حاجه وحده هو ان اخيب حاجه ممكن توقع لك في هاد البلاد هو انك تمرض. اجاك شي عندك انت خويا؟ الا راه خويا لما دخلني عند الطبيب راه ضربني واحد الموتور ودخلت عليك بالله ما لقيت ما دير كسيده غير يوم السبت. تعرف السبت والحد ما كاين الحد. سير سير تحت السيمانه الجايه واجي. اش غدير؟ خلي النمره ديالك حتى نبيبيو عليك. سير. وشكون مصور كما كتعرفوا منطقيا يعني هذه ما تحتاجش تفكير ولا ذكاء ولا شي حاجه. السبيطار خصو يكون مثال ديال النظافه طبيعه الحال الا في هذه البلاد السعيده كتشوف فيلم ديال سو كتلقاه بحال هكا وكتشوف سبيطار مغربي كتلقاه بحال هكا. شو صاحبي قولي حنوفنا هذا فيلم ديال الخلعه وهذا سبيطار مغربي. اذا السؤال اللي غادي نطرحوه بلا فهاد الكرفيس باش يصوبوا بحال هاد الديكورات يجيو يكريو السبيطارات ديالنا يصوروا فيهم عرفتي يطلعوا موت. واو اتس اميزين اتس وندرفول. واو جيمس عرفتي هذا احسن روبيرا جرتو في حياتي. شو بنادم كي منشور في الارض شوف شنو ما نعرفوش نديرو حنا. اش غادي دير جيمس؟ غادي تكري لينا هاد السبيطار كله بهاد المرضى ديالو بهاد الشيء غنديرو 10 ديال الاجزاء ديال سو اخرين 20 جزء اخر. اش غادي دير؟ شري لينا السبيطار بالمرضى ديالو. واحد القضيه اللي ما بغاش تفهم ليا في المغرب علاش ديما السبيطار كتلقى حداه زباله؟ واش المهندس كيفرض عليهم في البلان ولا شنو؟ الاخوان هذا البلان راه فيه مشكله صعب. واش ما صاحبي دايرين بلان ديال السبيطار وما دايرينش حداه زباله؟ واش كاين شي سبيطار في المغرب ما كاينش حداه زباله؟ الخدمة الناقصة صاحبي عاودوا هذا البلان الله يخليكم عاودوا. واحد القضية اللي خاصكم تفهموها هو ان لا ميديسين في المغرب راه هي اسهل مهنة ممكن ديرها واخا كيبان لك 12 عام القراية والدبلومات والحالة وداكشي جوبونس با. علاش؟ اولا لانه ما كاينش الماتريال في السبيطار يعني انا الطبيب كيخدم فقط بالقدرات اليدوية ديالو. ثانيا لان الطبيب عندنا كيعطي لكل شيء نفس التريتم قمة الديمقراطية. البومادة العجيبة قاهرة جميع الأمراض والآفات البومادة الصفراء. دكتور ضراني الدرسة. عطيت حالك ساهل بومادة صفراء. دكتور في الكزيمة. وهيلي بومادة صفراء. دكتور في السيدة. وهيلي تاتا صاحبي حال هاديك ساهل البومادة الصفراء. البومادة الصفراء العجيبة قاهرة كل الأمراض والآفات. البومادة الصفراء العجيبة معجزة طبية مغربية. كلكم كتعرفوا بأن الشخص فاش كيدخل للسبيطار في المغرب عنده جوج الاحتمالات لا ثالث لهم. يا يخرج مفصل بحالو بحال الحولي ديال العيد يا يخرج شاهد. لجأ يونس من صحة خاصة لإجراء عملية استئصال لحمية الأنف لكنه خرج من غرفة العمليات جثة هامدة. توجهت إلى المستشفى سعيدة بقرب أوان وضعها لكنها غادرته جثة هامدة. يعني لا دخلت السبيطار اختار واحد فهاد الجوج انت وإيمان. علاش كنسمعوا سنويا للأسف مجموعة كبيرة ديال الأخطاء الطبية. يسخسخني أدخين هاد النار تسمس حد ما يطلع يرحم باك. مشي نشرب واحد القهوه ونجي ولوح عليا دخينا من هنا صافي غنكون انا دكتور انا نتكلف به. اجي اجي واحد التليفون ما بانليكش بي 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 لا رحم باك نشوف فين كاين. اه
سيدنا اش غنقول لكم؟ والله يلطف بينا وصافي في هاد البلاد. تلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله ونكملوا الموضوع. وكالعاده ما تنساوش انكم تخليو لينا لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم، واهم حاجه ما تنساوش ديروا ابونمون لاشين باش يوصلكم جميع جديد الحلقات. تلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله.